الأوضاع الميدانية في جنوب القطاع، في رفح، في خان يونس هي خطيرة وتتصاعد بصورة كبيرة جدا. بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكنا مستعدين منذ اللحظة الأولى لهذه الحرب أن ننقل رسالة شعبنا وجرائم الاحتلال التي نفذتها القوات الإسرائيلية في القطاع بحق المدنيين العزل. منذ اللحظة الأولى عقدنا العزم على أن نستمر في هذا العمل وأن نواصل العمل ساعة بساعة ولحظة بلحظة ويوم بيوم حتى زوال الاحتلال وإنهاء العدوان. إذن إصابة مراسل قناة الغد إبراهيم قنن في خان يونس مع مجموعة من الزملاء الصحفيين الذين يعملون معنا في مكتبنا في غزة. يعني لم أكن أتوقع على الإطلاق أن أتعرض للإصابة في اليوم الأول من الحرب على قطاع غزة. قامت طائرة مسيرة إسرائيلية بقصف سيارة إسعاف داخل المجمع الطبي، مما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى، وكان من بين المصابين أنا وعدد من الزملاء الصحفيين الذين كانوا برفقتي. هذا القصف لم يمنعني عن الإطلاق أو لم يوقفني من أداء رسالتي في نقل معاناة أبناء شعبنا وتغطية العدوان وأحداث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بل زادني حافزاً في أداء رسالتي، لأني كنت أعلم بأن إسرائيل سوف تمنع كل الصحافة الدولية والأجنبية من القدوم إلى قطاع غزة، وبالتالي كان يتوجب على كل صحفي فلسطيني أن يعني رغم الجراح ورغم الألم أن يضغط على نفسه أكثر وأكثر في سبيل إيصال رسالة شعبنا للعالم. من المشاهد الصادمة التي واجهتها هي رؤية منزلي المدمر. هذا المنزل الذي عشت فيه أجمل أيام حياتي، ولدت فيه وترعرعت فيه، عشت أيام الطفولة والصبا والشباب، تزوجت في هذا المنزل، أنجبت أبنائي، عشت فيه كل اللحظات الجميلة وأيضا الحزينة. فيه ذكريات أمي وجدتي وأجدادي وأعمامي. هذا البيت ليس مجرد كتلة خرسانية، وإنما هو عبارة عن وطن صغير نعيش فيه، فيه من الذكريات والأمنيات والأحلام وأمنيات المستقبل التي دمرتها الطائرات الحربية الإسرائيلية. يعني من القضايا الصعبة الإنسان يعني تأثر فيها أنه أصبح الإنسان بلا مأوى. في لحظة قصف البيت، تدمر، تحول إلى كومة من الركام، الأولاد أصبحوا مشردين، أصبح مكان الإيواء والنوم خيمة في منطقة المواصي غرب خان يونس، خيام زي ما أنتم شايفين، شوادر خشب، قطع من القماش، يعني بتحكي عن سنة خيام يعني بتنهري، بعدين بنجيب خيام جديدة، بتجيب شوادر. حياة صعبة بصراحة. الأسرة بتحاول تتأقلم مع هذا الواقع الجديد اللي عاشوه، ما عمرهم ما شافوا حاجة زي هذه. وإحنا حتى إحنا عمرنا ما مر علينا يعني عشت الخيام وعشت يعني عيشة صعبة. أنت بتبدأ العائلة من
أذان الفجر تبدأ تبحث عن المياه وعن الأكل وعن الشرب وعن كيف توفر كل احتياجاتها في ظل ظروف صعبة وظل عمليات القصف. حتى في منطقة المواصي هذه المنطقة تعرضت كثير لعمليات قصف وأدت إلى وقوع عدد كبير من الشهداء. ومع الأسف الشديد اللي بأثر فيك أكثر أنه العائلة انقسمت، أصبحت جزء في غزة، جزء في مصر، وجزء في تركيا في أوروبا. يعني أنت العائلة اللي تكون عائلة نموذجية، أبنائك وولادك معك في لحظة واحد يكون عايش أنت ويوم في بيت، فجأة بتتقسموا على ثلاث قارات، آسيا وأفريقيا وأوروبا. السلام عليكم. فكتك هذا سنت في وضع اعتقال وتدبير المنازل وعانوا معاناة شديدة من عمليات النزوح المتكررة يعني هذه الخيمة التي نجلس فيها الآن هي ليست مجرد خيمة، هذه مكتب ومأوى ومكان للإواء وللنزوح لي ولجميع أفراد قناة الغد الذين يعملون في مدينة خان يونس. هذه الخيمة بنيناها منذ اللحظة الأولى التي عدنا بها من مدينة رفح إلى مدينة خان يونس بعد التوغل البري الكبير في مدينة رفح، وأنشأناها من أجل أن تكون نقطة انطلاق للعمل الصحفي وتغطية آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. هذه الخيمة تعرضنا فيها إلى الكثير من الصعوبات، انقطاع الاتصالات، الإنترنت، وكل وسائل التي ممكن أن تهيئ الصحفي للعمل، بالإضافة إلى أن خلف هذه هذا السور وقع عدة انفجارات وعمليات قصف يعني كادت أن تودي بحياتنا كطاقم لقناة الغد وأيضا الزملاء الصحفي. المنطقة هنا ليست آمنة على الإطلاق، هي منطقة خطيرة، وبيئة العمل هي منطقة خطيرة جدا بسبب عمليات القصف في محيط مجمع ناصر الطبي. احنا هم باذن الله ثابتين داخل مجمع ناصر الطبي، الدبابات الاسرائيليه غربنا وفي الجنوب مجمع ناصر الطبي وشرق مجمع ناصر الطبي، وباذن الله حنأدي رسالتنا على اكمل وجه، حنضلنا صامدين وثابتين، ومسيره زملائنا اللي استشهدوا سبقونا حنكملها على اكمل وجه، وباذن الله تعالى حنضلنا نأدي رسالتنا وننقل معاناه شعبنا. وهذه الاشتباكات اللي بتسمعوها على الهواء مباشره الان يعني لن تثنين عن أداء عملنا، لكن أنا بدعو كل الصحفيين في خان يونس في مجمع ناصر لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم تعريض حالهم للخطر، لأنه الاحتلال ما برحم حد. نقف اليوم مجددا لنؤبن شهيدا جديدا من شهداء الحركة الصحفية، شهداء الكلمة والحقيقة التي ظلت هذه الكلمة مهددة بالاغتيال والقتل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ورغم يعني هاي الأجواء الأسرية بين الصحفيين مع بعضهم البعض، لكن كانت تأتي علينا لحظات مؤلمة، لحظات قاسية يعني تقهر الإنسان من الداخل، وهي فقدان زملائنا الصحفيين. تخيل أن يكون بجانبك زميلك الصحفي كمحمد أبو حطب على سبيل المثال، سامر أبو دقة، محمد أبو دقة، هؤلاء كانوا بيننا يعني تركونا وإحنا قاعدين معهم، راحوا على العمل، تعرضوا للقصف بعد 40 دقيقة أو ساعة يعني على وقت يعني تركهم لنا. فبالتالي عندما جاءوا إلينا في الإسعافات أو في سيارات مدنية جاءوا أشلاء. يعني كانت هاي اللحظات لحظات أن تفقد زميلك، تفقد يعني شخص كان معك 24 ساعة ليل بنهار، تغطوا الأحداث، تخرجوا مع بعض، تأكلوا مع بعض، تشربوا مع بعض، تتقاسموا لحظات الفرح والخوف مع بعض، تفقد بلحظة. هاي المشاعر كانت صادمة بالنسبة لنا،
واعتقد انها حيمر وقت طويل حتى نستطيع ان يعني نهرب من هاي من هول المشاهد اللي رايناها لزملائنا وهم يعني مدرجين بدمائهم يعني اشلاء بسبب القصف الاسرائيلي. ورغم ما عايشته وفقدته خلال عام كامل من الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، إلا أنني لم أفقد شغفي وإنسانيتي وواجبي الإنساني والصحفي والوطني في نقل معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض إلى أكبر عملية إبادة جماعية عرفها التاريخ. من هنا، من بين الحطام والركام والمعاناة، ننقل قصص وروايات وحكايات الفلسطينيين الذين دمرت منازلهم، ننقلها إلى العالم الخارجي لعل صوتنا وصورتنا تصل إلى هذا العالم من أجل وقف المذبحة الإسرائيلية بحق المدنيين الأبرياء. رغم كل التعقيدات والصعوبات والاستهدافات التي نتعرض لها كصحفيين، إلا أننا مستمرون في العمل.